أهلا بكم في زوايا الحدث. في عدن أقيم في قاعة الاتحادية حفل خطابي وفني بمناسبة ذكرى تحرير المدينة من ميليشيا الانقلابيين. في الحفل دعا رئيس الحكومة أحمد بن دغر القوى السياسية في المناطق المحررة لنبذ الانقسام وتوحيد الجهود. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي تحقق في عدن بعد عامين من التحرير؟ وهل ما تم تحقيقه يرتقي إلى مستوى آمال وطموحات الناس؟ بعد عامين من تحرير عدن وكسر مسيرة الميليشيا وعودة العاصمة المؤقتة إلى حضن الشرعية، يتبادر إلى ذهن المواطن العديد من الأسئلة عن ما تم وما لم يتم خلال العامين الماضيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنحاول قراءة وتقييم المشهد من خلال العديد من الملفات السياسية والخدمية. قبل البدء في النقاش نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. يمن جديد متوافق متصالح مع نفسه، يحمي حقوق الفقير قبل الغني، حقوق الأفراد قبل الجماعات. هكذا وصف رئيس الوزراء بن دغر اليمن الاتحادي القادم، اليمن الذي حسب تأكيده يرفض التقسيم والتجزئة والتقزيم. كلمات مليئة بالتفاؤل في بلد مزدحم بالحرب والكوليرا والانقلاب والجماعات المسلحة. ولم ينس بن دغر في كلمته التي ألقاها في حفل فني بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن دعوة المعارضين للدولة الاتحادية إلى الاقتداء بالإمارات، البلد التي صنعت الاتحادية منها دولة ذات سيادة ومكانة كما قال. في يوليو من العام 2015 تحررت عدن، لكنها وبعد عامين من تحريرها لم تستطع بعد أن تكون عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين. الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية ظلت غير مستقرة فيها، فالصراعات السياسية ونشوء الميليشيات ساهم في عرقلة بسط الشرعية لنفوذها الأمني والسياسي، وهو ما خلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني وسط اتهامات لبعض المجموعات الأمنية بارتكاب انتهاكات تصل حد الاختطاف والإخفاء القسري وإنشاء السجون السرية والتعذيب. الصراعات السياسية والأمنية داخل عدن انعكست سلبا على سمعة المدينة وألقت بظلالها السوداء على الوضع العام للخدمات العامة، الخدمات التي تشهد تدهورا مستمرا، وهو تدهور وصل إلى حد الاعتداء على البنك الأهلي من قبل مسلحين يرتدون الزي الرسمي لإحدى وحدات الجهاز الأمني. ورغم كل ما حدث وما يحدث تبدو الشرعية واثقة من مستقبل اليمن الاتحادي، لكن هذه الثقة ما تزال رهينة تساؤلات بدون إجابة عن جاهزية عدن السياسية كعاصمة مؤقتة لكل اليمنيين. مجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن انضم إلي الآن ضيفي من عدن، فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وكذلك الأستاذ علي الأحمد الناشط السياسي من الرياض. وأبدأ مع الأستاذ فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، إذن عامان منذ تحرير عدن، ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق؟ عامان على تحرير عدن تحقق بعض الأشياء، تحققت كثير من الأشياء للأسف الشديد لم تتحقق. عامان من تحرير عدن الوضع الأمني حقيقة تحقق فيه الكثير من الإنجاز، هناك بعض الاختلالات الأمنية، لكن عامة يمكن القول أن الوضع الأمني في عدن ربما أفضل حالا من المحافظات الأخرى، أو أفضل حالا من عدن قبل عام من اليوم أو قبل عامين من اليوم. لكن عامان من الخدمات، عامان من الفوضى المعيشية الخدمية، عامان من الضغط الشديد للحكومة في كافة مناحي الحياة. أعتقد بعد عامين من تحرير مدينة عدن هناك الكثير من الملفات التي لم تحسم حتى اللحظة. مثل ماذا؟ ملف قطاع الكهرباء، ملف الخدمات بشكل عام. عامة وضع المدينة بعد عامين من انتهاء الحرب شخصيا لا أعتقد أنه يبشر بالخير، لكن الناس تتفائل أو تتأمل أن تتحرك الحكومة خلال الفترة القادمة
بما يمكنها من سلبية مطالب الناس، بما يمكنها من إساءة بتعهدات الكثيرة منا. هناك الكثير من الاختلالات على المستوى المعيشي للناس، لكن الناس في عدن ربما يطالبون بأقل ما يمكن تحقيقه. أبرز ما يمكن تحقيقه هو ملف الكهرباء، وهو الملف الصعب والمعقد للغاية، ملف الخدمات بشكل عام، ملف المياه، ملف توفير المرتبات، ملف التعليم، ملف قطاع الصحة. هناك عشرات الملفات التي تنتظر تحرك حقيقي وجاد من الحكومة، والكل لا زال ينتظر حتى اليوم أن تتحرك الحكومة في هذا المجال، أن تتحرك الحكومة بشكل جاد وحريري على الأقل لإبراز مدينة عدن كنموذج يحتذى به فيما يخص مناطق المحررة. لا زال لدينا الكثير من الأمل فيما يخص تحرك حقيقي للحكومة، لا زال لدينا الكثير من الأمل أن تتحرك كل القوى الفاعلة في عدن، أن تنتهي حالة الانقسام السياسية والعسكرية والأمنية الموجودة في عدن، أن ينتهي كل هذا العبث، وأن تتجه كل الأطراف نحو إنجاز خطة تنمية شاملة لعدن، نحو خطة أمنية، خطة عسكرية موحدة. وفي حال ما تضافرت كل هذه الجهود أستطيع أن أقول أنه بعد عام من اليوم ربما. طيب أستاذ فتحي، دعني أنتقل إلى الأستاذ علي الأحمدي وهو ناطق الرسمي للمقاومة الشعبية في عدن. يعني أستاذ، بنفس هذا السؤال الذي طرحته على أستاذ فتحي بالأزرق، من وجهة نظرك بعد عامين من التحرير أين هي عدن؟ هل وصلت المحافظة إلى ما كان مأمولا منها أثناء فترة التحرير؟ مساء الخير أخي الكريم لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. أنا الأخ الزميل فتحي أشار بشكل يعني تفصيلي لما تعاني منه مدينة عدن من نواقص في جانب الخدمات والجانب الأمني. أنا أريد أن أتحدث أن مدينة عدن هي تتأثر بطبيعة الحال بالوضع في عموم اليمن وما يحصل طوال العامين الماضية أو العامين والنصف الماضية منذ بدء الانقلاب على الشرعية. الهدف الذي قامت لأجله هذه الحرب والتي استدعت تدخل التحالف العربي في اليمن هو دحر الانقلاب وإعادة الشرعية إلى البلاد. هذا الهدف الأساسي الذي ناظر لأجله المقاومون في كل مكان لأجل دحر هؤلاء المجرمون. عندما يكون هناك نوع من الاختلال في مثل هذا الهدف طالت الحرب كما نرى، ونرى أن تبرز مشاريع أو أهداف أخرى ستؤثر بطبيعة الحال على حياة الناس، حياة المواطنين في كل مكان، ليس في عدن فقط. يعني باقي المناطق التي تقع تحت سلطة الانقلابيين هي بطبيعة الحال تنظر لمدينة عدن وحضرموت ومأرب، وبالأساس طبعا مدينة عدن هي العاصمة وهي الأساس، لذلك التركيز عليها. فعندما يكون الحال في مدينة عدن بهذا الشكل الذي أشار إليها أخونا فتحي، يعني لا شك أن هذا سيكون له أثر سلبي على نفسية المواطنين في تلك المناطق التي تقع تحت سلطة الانقلابيين. الواقع الذي تعيش عدن يجب أن يكون منسجم مع الواقع الذي يعني تعيش البلاد، أن يكون هناك اتجاه واضح لدى جميع القوى الموجودة في عدن نحو الهدف الرئيسي وهو دحر الانقلاب وإضعاف الانقلاب واستعادة الشرعية، شرعية الدولة، شرعية مؤسسات الدولة. مع الأسف الشديد من تحرير عدن إلى حد الآن لم تحضر الدولة بالشكل المطلوب، بالشكل اللازم في جميع النواحي، سواء النواحي الأمنية الخدمية بل حتى أيضا العسكرية. يعني لا 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 توجد غرفة موحدة لوزارة الدفاع، لهيئة الأركان بشكل واضح. الأمر لا يعدو كونه جهود المقاومة الشعبية،
أو بعض التشكيلات التي شكلت بشكل شعبوي بالتعاون مع قوات الأقليمية من التحالف. المطلوب هو الاتجاه بكل قوة لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة. الآن لمسنا بعض التحسن في الجانب الخدمي، نحن نريد أن يكون أكبر من هذا الشكل الذي حصل خلال الأيام الماضية. نريد حضور الدولة في جانب معاناة الناس في جميع الجوانب، نريد حضور الدولة في الجانب الأمني، نريد أقسام الشرطة أن تعود لمواصلة عملها، نريد المحاكم أن تعود للبت في جميع القضايا. نعم، طيب دعني في هذه النقطة أنتقل، وفي سياق ما حدث اليوم من خطاب ويعني مناسبة احتفالية كانت بذكرى عامين على التحرير، دعني أعود إلى الأستاذ فتحي بن الأزرق. في خطاب اليوم أستاذ فتحي، رئيس الوزراء تحدث أن على الجميع التحلي بالمسؤولية، بأن هناك من يعني عندما ألقى رئيس الوزراء تحدث على أنه ألقى بالمسؤولية في تشويه ما تبقى من الوحدة على المخلوع صالح والحوثيين، وقال إن الوحدة غدت بحد ذاتها معضلة ولم تعد قابلة للاستمرار إلا وفق صيغة اتحادية جديدة. في هذه النقطة تحديدا إلى أي مدى تتفق مع ذلك الطرح؟ الحقيقة هذا الطرح هو طرح سياسي متقدم مقارنة بالخطابات التي سمعناها خلال السنوات الماضية فيما يخص الوحدة اليمنية أو خلافه. هناك إجماع يمني على أن الوحدة اليمنية بصيغتها الاندماجية فشلت، وأنه يتوجب على اليمنيين كافة أن يبحثوا عن صيغة جديدة تمثل خيارا مقبولا لدى كل الأطراف سواء الشمالية أو الجنوبية. ويجب على الجميع أولا التأكيد أو الإقرار أولا بأن الوحدة الاندماجية في اليمن هي نموذج تمت الإساءة إليه، تم إفشاله، تم تخريبه. إذن فلينتقل الجميع إلى الخيار الثاني، وهو البحث عن صيغة سياسية اتحادية جديدة. ربما تكون هذه الصيغة مثل ما تقول الحكومة الشرعية إنها ستة أقاليم، مثل ما يقول الجنوبيون بأنها انفصال تام، مثل ما يقول بعض الجنوبيين فيدرالية من إقليمين. المهم أن ينتقل الكل من المربع الأول، وهو الاعتراف بأن فشلت وأنه يجب البحث عن صيغة سياسية جديدة. إذا نحن أمام خطاب سياسي جديد للحكومة فيما يخص شكل الوحدة، لكن من يقرر شكل الوحدة؟ من يمكن تطبيق نموذج الوحدة القادم؟ هل هو فيدرالي من ست أقاليم؟ هل هو من إقليمين؟ هل هو من ثلاث أقاليم؟ هذا أعتقد أنه بحاجة إلى حوار سياسي يمني بين كل الأطراف ينتهي به الحرب الدائرة، يذهب الجميع إلى طاولة مفاوضات يبحثون عن حل ومخرج لليمن كافة، يتضمن حلا عاجلا للقضية الجنوبية، يتضمن إنهاء لأثار الحرب، يتضمن اعترافا بوجود كل الاختلالات التي عرفتها اليمن منذ 1994 وحتى العام 2015. إذن كل القوى السياسية اليمنية هي باتت تتفق أو تقترب من الاتفاق بأن الحل الفيدرالي في اليمن ربما يكون هو الأفضل. أنا شخصيا أرى أن الحل الفيدرالي من إقليمين أو من ثلاثة هو الحل الأفضل للمشكلة اليمنية بشكل مجمل. كل الأطراف السياسية يجب أن تقر بفشل الوحدة اليمنية وأن تذهب إلى تسوية سياسية تتضمن حلا عادلا لكل المشاكل اليمنية، وأن يحاور اليمنيين بعضهم حتى يصلوا إلى حل سياسي يتضمن حلا لكل الإشكاليات، رعبا لكل صدع حدث في الجسد اليمني، واعترافا بالمشاكل. وأعتقد أن الحوار بين كل هذه الأطراف هو الحل الأمثل. أثبتت الحرب أو أثبت عامان من الحرب أن الحرب لم تحل المشكلة ولم تحقق أي انتصار لأي من الأطراف، لذلك في الحوار السياسي هو الحل الأمثل للمشكلة اليمنية بشكل كامل. طيب دعني أعود إلى أستاذ علي الأحمدي في هذه النقطة. يعني عندما نتحدث عن وجود اختلافات في الرؤى بداخل يعني من هو مؤيد للشرعية بشكل عام كفكرة أساسية، ومن يرى بعض المشاريع المختلفة أو يرى عدم اتفاق إن صح التعبير مع الرؤية
الأساسية للسلطة الشرعية من خلال الدولة الاتحادية ذات ست أقاليم، وما نراه من يعني إلى حد ما عدم ضبط الملف الأمني وكذلك ملف الخدمات في عدن تحديدا كمدينة محررة منذ عامين، من يؤثر في الآخر برأيك أستاذ علي؟ الحقيقة أخي الكريم الشرعية لم تأتي بجديد، فهي منذ اللحظة الأولى وهي تتحدث عن تمسكها بمقاربات الحوار الوطني وموضوع الدولة الاتحادية، ومن يعني بدأ له رأي آخر في الآونة الأخيرة هو كان جزء من هذه الشرعية وكان يعمل مع هذه الشرعية ويعرف ما هو مشروع الشرعية. فما الذي تغير الآن؟ نحن نتحدث أن المشروع الأساسي الذي تحمله الشرعية وتدعمه دول الإقليم ودول العالم هو ثلاث مرجعيات، يعني أحدها مخرجات الحوار الوطني، ينبغي الاستمرار إلى أن يتم دحر الانقلاب، لأن الخطر الأساسي الآن الذي يواجه اليمن واليمنيين هو خطر الضياع، خطر الفوضى التي قد ندخل فيها بسبب استمرار هذا الانقلاب. نحن الآن يعني في لسنا في صدد تفصيلات، لأن اليمنيين قد جلسوا وأقروا مسودة الدستور وأقروا، وكان الانقلاب هو على هذه المخرجات التي تنصف الجنوب وتنصف الشمال وتنصف الجميع، فقام علي عبد الله الصالح وميليشيات الحوثي بالانقلاب على هذه المخرجات ويعني تقويض الشرعية اليمنية، فوقف اليمنيون وقف العالم بقرارات دولية تثبت الشرعية وتدعمها. الحوار قد يكون لإعادة النظر ربما في بعض الفقرات أو بعض النقاط، لكن حاليا نحن بحاجة للتوحد جميعا ونبذ أي يعني بنيات طريق قد تعرقل من نضالنا ضد هؤلاء، أي فتح جبهات في هذه اللحظات السياسية لمشاريع سياسية يعد هو يعني إضعاف للشرعية وتقوية للانقلاب، وأن مثلا الجنوب فيه مشاكل وفيه عدم اعتراف بالشرعية وفتح مجال لشرعيات أخرى تدعي الشرعية، يعني مثل شرعية المجلس الثوري الذي في صنعاء وغيره. نحن الآن نؤكد أن القضية الجنوبية باتت في مرحلة متقدمة، جميع اليمنيين يقرون بعدالتها ووصلوا إلى مرحلة متقدمة في الحوار الوطني لها، والآن واقعا على الأرض وصلت القضية الجنوبية إلى واقع أكثر تقدما مما كان سابقا، ربما إذا جلس اليمين أكثر يكون إعادة نظر في بعض النقاط، أما أن ننقص وننقلب على ما توافقنا عليه وما تعهدنا عليه لأجل مكاسب شخصية أو أطمع من جهات أخرى دولية أو إقليمية، فهذا لن يفيد الجنوب ولن يفيد اليمن ولن يفيد أحد نهائيا، حتى ينعكس عليه الأمر هذا سلبيا. يعني دعني من هذه النقطة أسأل الأستاذ فتحي بن الأزرق، هناك أستاذ فتحي من يقول أن الصراع أو لنقل الخلاف في وجهات النظر الذي حصل بين السلطة الشرعية والسلطة المحلية السابقة كان من ضمن العوائق التي وقفت أمام تحول عدن إلى نموذج راق للمدن المحررة، ما رأيك في هذه النقطة؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكاره في عدن أن هناك صراع سياسي بين طرفين سياسيين يحمل كل منهما مشروع سياسي منفصل، هذه جزئية لا يمكن إنكارها لأي طرف أو لأي محلل سياسي أو صحفي أو متابع للأمور. لكن المشكلة ليست في أن تملك كل طرف من الأطراف مشروع سياسي في أي بلد، في أي مؤسسة سيادية، في أي في أي في أي تجربة هناك أطراف سياسية تتنازع تختلف تطرح مشاريعها السياسية، لكن المشكلة في عدن هي أن هذه الأطراف مجتمعة عطلت الحياة المدنية، عطلت الخدمات، عطلت كل شيء. الصراع الحاصل في عدن تسبب بعرقلة كل شيء في عدن، هناك صراع سياسي يحدث في كل بلدان العالم، كل الأطراف السياسية تطرح برامج سياسية، تطرح رؤاها، تتصارع، لكن
تظل الخدمات بعيدة عن هذا الصراع، تظل مؤسسات الدولة بصورة أخرى بعيدة عن هذا الصراع. لكن في عدن للأسف شديد الأطراف تصارعت ثم جاءت فوق ملف الخدمات، الكهرباء، المياه، مرافق الدولة، كل الأمور السيادية. للأسف شديد تعطلت الحياة الخدمية في عدن بسبب هذا الصراع. والأولى بالأطراف السياسية المتصارعة في عدن أن تحيد السلطة المحلية، تحيد مؤسسة المياه، تحيد الكهرباء، تحيد الرواتب، تحيد البريد من هذا الصراع. نحن أطراف مستقلة عن هذه الأطراف المتصارعة، نطالب بأنه ربما أو على الأقل يجب أن تخرج الملفات الأساسية المتصلة بحياة الناس من هذا الصراع. نعم تصارعوا، تنافسوا، اعملوا ما تريدون، لكن لا تأتوا فوق مصالح الناس، لا تأتوا فوق ملف الخدمات. حينما تتتبع ملف الكهرباء في عدن اليوم، ملف المياه، ملفات كثيرة، تجد أنها تضررت بشكل كبير بسبب حالة الصراع، حالة الانقسام بين الأطراف السياسية المنقسمة أصلاً في عدن. وهذه معضلة كبيرة، نتمنى أن كل الأطراف السياسية أن تكون على أدنى المسؤولية، أن تراعي يعني معاناة الناس، عذاب الناس، أوجاع الناس، وأن ترتقي وأن تبعد صراعها عن الأشياء المتصلة بحياة الناس. نحن لازلنا نعمل في عدن أن كل هذه الأطراف تكون على أدنى المسؤولية وأن تبتعد صراعاتها عن ملف الخدمات في عدن. إذن أشكرك أستاذ فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود أيضا سؤال أخير إلى الأستاذ علي الأحمد الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية في عدن. أستاذ علي، إذن في ظل ما يقوله الأستاذ فتحي من صراع بداخل عدن وفق رؤيتين سياسيتين، وهذا الصراع كما يقول أنه طبيعي في أي مكان يحدث صراع بين الرؤى السياسية، في ظل هذا الصراع كيف يمكن معرفة ما هو مستقبل عدن في ظله؟ حقيقة أن يعني الوضع في عدن مثير للقلق بشكل كبير لأبناء عدن الذين عاشوا مراحل من الصراع طوال أكثر من 50 سنة، وكان ميدانها هو مدينة عدن، صراع أفكار وصراع يعني توجهات، كله كان يجري في مدينة عدن. وما يحصل الآن من أجواء من التنافر تعيد الذاكرة إلى تلك الفترة الماضية. أيضا المتابعون للمشهد السياسي لا يرون مثل هذه الضبابية في المشهد في عدن، ولعل أكبر الأسباب في ذلك هو عدم الاحتكام إلى يعني مرجعية واضحة. لو كنا نرى أن الثلاث سياسي وبين جهات سياسية، دائما يكون المرجع إليها هو ما تعود إليه الأحزاب السياسية أو التوجهات السياسية. لكن المقلق في الأمر أنه انقسام أيضا عسكري، يعني هناك حشد لجميع الأطراف، يعني عدم توحيد لهذه الأجهزة العسكرية في إطار واحد. هناك أجهزة تتبع أفراد، تتبع جهات خارجية، هناك أجهزة تتبع الشرعية، تتبع الرئاسة. بهذا الوضع المخيف يعني لا يمكن أن نتنبأ بما سيحصل. لكن نحن في نهاية الأمر نراهن على مسألة واحدة فقط، وهي أن أبناء الجنوب وأبناء عدن يعني في قد وصلوا إلى درجة من الوعي. ليس من المعقول بعد هذه السنوات الطويلة من التجارب المريرة أن نعيد تكرار نفس الأخطاء ونفس الصراعات ونفس التخندقات. عدن لا يمكن أن تحكم من قبل فصيل، لا يمكن أن تحكم من قبل منطقة. عدن هي مدينة خلقت لتكون للجميع وليعيش فيها الجميع ويتعايش معها الجميع. لذلك العودة إلى المربع الضيق هذا لا أظن أن عاقل يمكن أن يقبل به، إلا أن يكون قد يعني باع وطنيته وباع نفسه لأطماع لا تخدم اليمن ولا تنظر لمصلحة اليمن إطلاقا. أشكرك الأستاذ علي الأحمد الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية في عدن، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل ماهر أبو المجد معد الحلقة،
وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.